رمضان في ديار الغربة ليس كمثله في بلدك الأصلي. رغم ذلك تحاول الجالية المغاربية والمسلمة صنع تلك الأجواء هنا بمنطقة بيرسون بباريس وبهذا المسجد المسمى الإخلاص. قامت جمعية العبادة بتنظيم إفطارات يومية على مدار الشهر الفضيل. الجمعية الناشطة منذ 2001 يقصد مبادراتها جزائريون ومغاربة وتونسيون وجنسيات أخرى. كاين الصوماليين، كاين السودانيين، كاين الهنديين، كاين الباكستان، مغاربة، جزائريين، تونسيين، كاين جميع الأجناس. التحضير للإفطار هنا ذو طعم خاص وطعم خاص آخر عندما تكون المناسبة ليلة 27 من رمضان. الحمد لله رب العالمين. مسلم ولا غير مسلم جزاكم الله خير. يجي ياكل، كاين اللي نسمع عندهم شي جو ياكلوا، كاين اللي رجع، كاين هما ونساهم. الحمد لله يا رب العالمين. الحنين إلى الوطن وخاصة لأجواء شهر رمضان لا يمكن التخفيف من لوعته سوى بأجواء الخير هاته، أجواء يصنعها مغتربون يعيشون بفرنسا بعبق البلد الأصل.